طيب ده تقرير صورناه النهارده في مكتبه المستشرق، وسمعنا طبعا الاستاذ عمرو رمضان يعني بيكرر تاكيده على انه هو يعني مالك المكتبه الان. معايا دلوقتي اللواء ممدوح محمود، زوج شقيقه الفنان الراحل حسن كامي. سياده اللواء مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. سياده اللواء، ايه رايك في ما تفضل به الاستاذ عمرو رمضان المحامي؟ طبعا الكلام ده كله من عندياته، وكلها حاجات يعني متوضبة. وأحب أعرف حضرتك إن آخر خبر إن المكتبة اتشمعت. يعني أيوة، يعني إحنا بعد ما صورنا فيها النهاردة اتشمعت. اتشمعت بناء على ايه بقى ست اللواء؟ بناء ان مالوش فيها، وفيها حاجات، وفيها تراث، وفيها حاجات قيمه مش موجوده في اي حته. وده فيها بيه كتب ب 5000 جنيه و 10000 جنيه، وفي خرايط بتساوي الخريطه الواحده 70,000 و 80,000 جنيه. طيب وهو المستندات دي اللي هو بعت لنا صورها يا ست اللواء، ما هو يعني حاجات متوثقة وحاجات في إدارة التصديق في جنوب القاهرة ووزارة العدل، يعني يبدو يعني يبدو أن كل شيء قانوني على حسب ما بيقول الأستاذ عمرو رمضان. ده من وجهة نظره، ومن وجهة نظر الـ يعني الجهات اللي وثقت هذه الملكيات. حضرتك اي ملكيه لابد بتنتقل بالتسجيل. يعني دي مش متسجله. مش مسجله يعني. وبعدين في حاجه حضرتك، هل معقول واحد يبيع كل ما يملك؟ ما هو ده السؤال. يعني أنا دلوقتي قدام الصفحة الأخيرة لو سمحتم. سؤال حضرتك، ده واحد عنده فيلا في حمام سباحة بتاع، وعنده طباخ، وعنده سواق، وعنده شغالة، وعنده 3 عربيات، وعنده المكتبة، وده لابس ساعة بس ب 180,000 جنيه. وخاتمين ذهب، وبعدين لابس 3 سلاسل منهم سلسلة زي الجنزير في اخرها الشعار الملكي، ده بتساوي 200,000 جنيه. يعني ما كانش عنده ظروف. لا، الشيء الظريف بقى سعاده البيت يقول ايه، ده ما كانش لاقي رغيف ياكله. انا لو مش لاقي رغيف ياكله، طب ما كنت ابيع دبله مثلا. ولا كلامي في حاجه؟ يعني انتوا الكلام ده كله فوجئتم بيه يا سياده اللواء؟ ايوه. ما طيب يعني الاستاذ عمرو رمضان ظهر في حياه الفنان الراحل حسن كامي فجاه، ولا كنتم تعرفوه؟ لا، في حاجه بقى، اللي يعرف الحاجات دي زميله محاميه. لان هي كانت بتشتغل هناك في الشركه، وكان جه الاستاذ عمرو رمضان. وممكن اخليها تكلم. اتفضل. استاذه ناهد حليم، مش كده؟ استاذه ناهد المحاميه. ايوه. طيب اتفضل. أيوة. يا فندم.